السلام عليكم. دخلت المفاوضات الحزبية لتشكيل الحكومة الجديدة في النمسا مرحلة جديدة تعتبر الأكثر سخونة، حيث تشمل توزيع الحقائب الوزارية بين حزبي الائتلاف. وذكرت مصادر أن التشكيل على وشك الانتهاء من برنامج عمل الحكومة الجديدة، وسيشهد هذا الأسبوع تكثيفا للمفاوضات للانتهاء قبل عطلة عيد الميلاد لتؤدي اليمين الدستورية مع بداية العام الجديد. وافق فيرنر كوغلر رئيس حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي المرتقب على أن يكون نصيب الحزب في الحكومة نحو 5 وزارات، هي البيئة والشؤون الاجتماعية والصحة والخارجية والاندماج والتربية والتعليم، حيث يعتقد أن تنعكس هذه التطورات إيجابا على حياة المهاجرين واللاجئين تحديدا، وحياة اجتماعية مستقرة أكثر في احترام حرية المعتقد، وذلك على خلاف ما كان في الحكومة السابقة والتي سقطت نتيجة فضيحة سياسية. قررت مقاطعة شتايمارك جنوب النمسا زيادة المساعدات الاجتماعية بمقدار 3.6%، أي ما يعادل 31 يورو، لتصبح 917 يورو بدلا من 884، وذلك ابتداء من يناير المقبل للعام القادم 2020. يذكر أنه يوجد 15120 شخص في مقاطعة شايمارك يحصلون على المساعدات الاجتماعية. أجرت مؤسسة متخصصة في استطلاعات الرأي في النمسا بخصوص ظاهرة التسول في مختلف المدن النمساوية، فتبين أن 67% يؤيدون قانونا يمنع بشكل مطلق التسول في الشوارع، في حين رفضت 26% هذا القانون. وأعلنت بلدية مدينة فيينا على لسان مستشارها في الشؤون الاجتماعية السيد بيتر هاكر عن رغبتها في إصدار قوانين تغير التعامل مع ظاهرة التسول في العاصمة النمساوية فيينا، وأضاف بأن القضاء على هذه الظاهرة لا يرتبط بمحاربة الفقر حسب قوله. إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة.